سميتي حسين بن مسعود، انا كنت كونديدا في امتحان ديال المحاماه في طنجه، الدوره ديال البروموسيون 2004 ديسمبر 2022. دوزت ليكزامان بحالي بحال الناس كاملين، ولكن شفنا على انه كانت فيه الفينومين ديال بون، كانوا فيه دي دوت وحنا كان عندنا الشكوك ديالنا وداك الشيء. عملت انا اول واحد، عملت على حساب الارتيكل 15 ديال الدستور، عملت بيتيسيون ديال الغاء العارضه، الغاء الامتحان المحاماه، وعملت عارضه اخرى باش نشوفوا الفساد اللي كان في داك الشيء. مشيت كنقرا انا برا المغرب، وعندي قرايه ديالي في المغرب، وكان عملت انا الديبلاسمون ديالي وداك الشيء. ولكن دابا بما ان هذا الشيء تزاد، وكنشوفوا عاود حتى في الامتحان ديال القضاة لي ريزولتا ما كانوش فيهم المعلومات ديال المعلومات الكافيه اللي كتجعلنا نشوفوا واش كانت كاينه لا كوربسيون ولا ما كايناش. انا اليوم قررت على انه انا وبزاف ديال الناس بحال اللي عملت اول عارضه ديال الغاء الامتحان كحق دستوري ديالنا، قررت كذلك انني نعمل حزب سياسي في المغرب باش اننا نقدروا يعني نساهموا في الاصلاح ديال بلادنا، نزيدوا في الديموكراتيزاسيون ديالنا، ونديروا لابيل اللي كيعطينا سيدنا نصر الله باش نزيدوا الديمقراطيه ديال بلادنا. حنا ناس ديال القانون، قرينا القانون، قرينا في المغرب وخارج المغرب، والهدف ديالنا هو اننا نجيو ندافعوا على الناس، كان كيخصنا نجيو ندافعوا على الناس في المغرب الحقوق والعداله. دابا غادي نضطروا انه كذلك ندافعوا على الديمقراطيه في بلادنا، وغادي يكون ان شاء الله الحزب ديالنا قريب يتاسس، وحنا انا بيرسونيلمون اللي عملت لينيسياتيف، ودابا انا في لي بور بارل مع الهضره مع الناس بزاف لي جون قدي وهذاك، باش اننا ندخلوا ان شاء الله المعترك السياسي ونوقفوا لا كوربسيون اللي كاينه، ونزيدوا في الديمقراطيه ديال بلادنا، ونشجعوا ونخلقوا الاستقرار في بلادنا. انا قريت هنا في المغرب، خديت البكالوريا ديالي، وخديت كذلك ليسونس في الدغوا هنا، وعملت لي زيتود ديالي يونيفرسيتير حتى هي خارج المغرب في لو لوكسمبورغ، العاصمه ديال القضائيه ديال الاتحاد الاوروبي، وعملت لي انترنشيبس ديالي لي ستاج ديالي في بزاف ديال المواطع في لوكسمبورغ، محكمة لوكسمبورغ وداك الشيء، واللوني اوروبيان حتى هو. وبما انني قريت انا هنا وقريت خارج المغرب بحال ولد وزير وهبي، دونك كيبان على انه الناس السبب علاش في الاصل حنا عندنا لي دود ديالنا، الشكوك ديالنا، علاش بزاف نجحوا وعلاش بزاف سقطوا، ماشي لانهم واحدين قراو ولا ما قراوش، وماشي لانهم ناس دوزوا ستاج ولا ما دوزوش، ولكن اون فيت كاين الناس اللي نجحوا عندهم قرب للقرار ولا القرب يعني السبيكتروم بوليتيك، وهذا هو اللي خلقنا لي دوت بزاف، وهذا علاش اننا حنا بغينا نشاركوا كذلك سياسيا باش نخلقوا الديمقراطيه ولا بروسبيريتي للجميع.